مشاهدينا نهاركم سعيد ولسه مكملين مع حضراتكم، وطبعا الكلام مش هيخلص على الانتخابات، اكيد لسه في مراحل تانية، وطبعا لسه عايزين نتكلم اكتر ونشوف كده نقص النبض على النتائج اللي اكيد هتبتدي تظهر تباعا. النهارده هيكون بيكلمنا عن المحافظات بقى مش عن القاهره، يمكن يعني كان سبوت لايت عليها، طبعا كان في متابعه كبيره جدا للمحافظات، بس هنركز بقى على المحافظات بشكل اوسع من خلال ضيفنا دلوقتي، هو الاستاذ عبد الناصر سلامه رئيس قسم المحافظات بجريده الاهرام، وهو ايضا نائب رئيس تحرير الاهرام. صباح الخير، صباح الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا خلينا نتكلم على طول ونقول المحافظات كيف كانت المرحله الاولى في المحافظات المختلفه، بما اننا كمان سمعنا ان كان في زي ما كان في مشاكل في القاهره كان في مشاكل ومشاكل كبيره او واضحه في المحافظات. لا طبعا ما نقدرش نقول مشاكل كبيره، ما كانش في مشاكل كبيره في المحافظات. يعني يمكن اكبر يعني المشكله اللي حصلت مثلا حصلت في اسيوط، أسيوط ودي كانت برضو مشكله يعني ما لهاش علاقه بصميم الانتخابات. يعني كانت مشكله خاصه باحد المرشحين اللي ما لقاش اسمه لانه هو ما كانش خدم جيش او الى اخره. يعني لا، بس كان في كلام على الشمع الاحمر، وكان في كلام على الصندوق اللي مش مقفول، وكان في كلام ايوه. لا على يعني هي في كلها، دايرتين او في لجنتين بطلوا خالص اصلا. لا يعني هي القصه كلها في عموم المحافظات ما كانش في كلام على بطلان انتخابات، تزوير انتخابات، مشاكل حقيقيه. يعني المشاكل كلها زي ما حصل هنا في القاهره، كانت بدات بتاخير فتح اللجان، بدات ببعض الصناديق وصلت متاخره في اللجان، الثمرات الانتخابيه وصلت متاخره. لكن احنا كنا يعني احنا عايزين مش عايزين ده هو يبقى اللي يخيم على العمليه الانتخابيه. لا لا احنا خالص كنا طبعا قدام عمليه انتخابيه. طبعا. انا بتصور ان لو الارقام يعني اللي احنا بننتظرها حصلت، اللي هي نسبه التصويت تصل ل 75% مع نهايه اليوم اللي هو النهارده اليوم الثاني، فاحنا هنبقى قدام انجاز كبير. على فكره 75% ده يمكن رقم عالمي، يعني رقم هيبقى موسوعي فيما بعد. يعني 75% في انتخابات في دي لم تحدث احنا كنا عايزين 80 في بس يلا. اي كده، وممكن تتجاوز في بعض المحافظات. فالقصص الصغيره دي على فكره حتى منظمات المجتمع المدني في الداخل، حتى منظمات الحقوقيه في الخارج، ما حدش قدر يتوقف عند القصص دي لان اعتبرها قصص صغيره. احنا كنا قدام عرس ديمقراطي بالمعنى الكلمه، أكيد طبعا. كنا قدام وضع غير مسبوق. يعني سبق الانتخابات او ليله الانتخابات بعض الفضائيات صورت الموضوع على انه احنا داخلين بكره على مشكله كبيره جدا. وعلى الرغم من ذلك فوجئنا بين الناس من الساعه 7 صباحا قدام اللجان الانتخابيه، بعض اللجان لم تفتح ابوابها غير الساعه 12 والساعه 1 الظهر، ومع ذلك ظل الناس واقفين في الطوابير. الطوابير في بعض المحافظات زي مدينه زي الاقصر قفلت الشوارع هناك، حركه المرور ارتبكت. لا كنا قدام مشاركة ظاهره، السيدات طبعا، المشاركة النسائية كانت فعالة مشاركة جدا نسائية، واضحة جدا مشاركة جدا، أكيد كبار السن، طبعا مشاركة المعوقين، طبعا. كان في مشاركة حتى من الأكفاء من الملفوفين. فإحنا كنا قدام يعني ظاهرة المفروض إحنا هنفخر بيها على مر التاريخ. أكيد الحمد ولذلك لله. كل القصص الصغيرة اللي حصلت دي أنا بتصور إن من المهم جدا لا نتوقف عندها. بس لا، هو بالعكس بقى، هو احنا مهم نتوقف عندها، مش خاطر نبرزها عشان خاطر نقول ان في سلبيات ونقول ايه السلبيات، لكن احنا بالعكس لازم نتوقف عندها عشان احنا قدامنا مرحله، قدامنا اعاده نمره لا واحد، نمره اتنين قدامنا مرحله تانيه، نمره ثلاثه احنا عندنا انتخابات جايه بعد كده سنين كتيره أي جدا، أي أي لما نتكلم على دعايه لمرشحين خارج اللجان، لما نتكلم على دعايه حزبيه وقائميه لا خارج اللجان، لما حتى نتكلم عن دخول نواب للجان او سوري لقوائم ولاحزاب، وايضا من بعض المرشحين بيخشوا داخل اللجان نفسهم بدون تصريح، يعني في لازم نبص عليها علشان خاطر نتعلم. لا هي جوه مش يعني حتى الدعايه مش الانتخابيه جنة، اللي هي حصلت ديت لم تكن دعايه انتخابيه بتبطل انتخاب مرشح. يعني انا ولما اتصور مرشح يجي يسلم عليا ويقول لي بفضلك رشحني ما يبطلش. لا ده لا حصل لا لي على لا فكره. لا على فكره حتى دي لا تبطل، لانه بره اللجنه الانتخابيه وبره المدرسه وبره سور اذا كان المدرسه. المفروض ما فيش، انا انا شفت فهمناك كجمهور او يعني حتى في الاعلام فاهمين ان المفروض ما فيش اي نوع انواع لا لا الدعايه لا ولا لا 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 الكامبيننج على او فكره الحملات اللي قبلها بيحصل ما بيومين. كانش دعايه انتخابيه، اللي بيحصل كان تيسير المرشحين. انا واحد من الناس لما رحت حطيت صوتي، رايح احط صوت الاسمين معينين، خدت وقت طويل قوي عشان ادور عليهم في ورقه فيها حوالي 160 اسم. لو انا لقيت واحد بره اللجنه رافع الشعار او حتى هو اطلق اسم الحزب او المرشح اللي هو تابعه، فانا سالته قلت له ده رقم كام في الكشف جوه، كان هيسهل لي كتير قوي.
يعني لو انا لقيت حد جوه يقول الحكايه دي كان ما هيسهل كتير قوي. ده الهدف النبيل، ما زي كان في هدف نبيل اللي تاني لما لما كانوا حد ماشيين مثلا بيقعد، بايبادز او ماشيين لما حد بكمبيوتر بيقعد بلابتوب قدام يقول لي البتاع اقرا. ويقول ما لي دي ده بتاع اهداف لطيفه، كويس قوي. بس مش دي بس الاهداف انما اللي مفيش فاندم. في ميكروفون. فلايرز بتتوزع، وفي مرشحين تفضل بيجوا يتكلموا معايا، وفي مرشحين تانيين عربيات بتنقل الناخبين عشان خاطر يعني. برضه يعني كويس، ده احنا تسهيل الانتخابات. الدرجه على ما فكره كان على يعتبرش الهوا، مش في حته حتى مقفوله ده يعني. تسهيل في الانتخابات وتيسير على الناخبين، لم يكن دعايه بالمعنى المعروف. يعني معلش احنا مش عايزين هي يعني ايه الدعايه نقلل بالمعنى المعروف؟ دعايه بالمعنى المعروف ان في ميكروفون عمال يقول، دعايه بالمعنى المعروف ان واحد واقف يوزع فلوس قدام الانتخابات، دعايه بالمعنى المعروف ان واحد بيعمل ارهاب لا دي لناخب، المفروض مبقاش دعايه دعايه، دي مش انما دعايه، دي دعايه بتاعت الانتخابات بتاعت زمان اللي احنا اصلا المفروض ما نتكلمش عنها اساسا، لان دي خلاص انما حاجه احنا انتهت. دلوقتي قدام بالفعل قدام عرس ديمقراطي بالمعنى السليم، وانا شفت لجان انتخابيه كتير وما شفتش حاجه مستفزه. على فكره في حاجه ثبت قبل كده في انتخابات، لا احد المرشحين طعن في مرشح انه كان بيعمل دعايه انتخابيه قدام الانتخابات، والتحيات اثبتت ان مرشح الخصم هو اللي كان بيعملها عشان يسجل هذا الموقف. يعني تخيل مرشح الخصم بيعمل دعايه للمرشح الثاني عشان يسجل هذا الموقف بس ويمشي. يعني في قصص كتير بتحصل. ما هو في قصص احنا بنتكلم، احنا عارف احنا لكن بنتكلم عن انت الحاجات دي ليه؟ متخيل ان انا ممكن اكون رايح ادي صوتي واحد هيغير لي طبعا قدام اللجنه طبعا ببساطه؟ لا طبعا، دي قله مش كله قليله خالص. جدا اللي ممكن تغير رايها ده. لكن انت رايح عارف هتنتخب مين، متفق مع في البيت عندك هينتخبوا احنا مين، بنتكلم عن المحافظات، مأثر على الناس احنا مش بتاعتك. بنتكلم عن المحافظات، في المحافظات ده احنا بنتكلم عن المحافظات. احنا بنتكلم بقى على شريحه كبيره جدا من الاقاليم، مع كل الاحترام وكل التقدير لاختياراتهم السياسيه واختياراتهم الاجتماعيه واختيارهم لمستقبلهم، لكن في جزء كبير جدا جدا من الاميه، وفي جزء كبير جدا جدا على من فكرة عدم بقى، الوعي، على فكرة وهو بقى ده اللي بيتم العكس استغلاله. صحيح. فاه طبعا انا ممكن لا لا اغير لا رايي في العكس صحيح اللحظه. بقى في الانتخاب، في ما المحافظات. انت تقول لي بقى، طب المحافظات هقول بقى لك العكس قول لي. صحيح بقى ليه. لا يجرؤ مرشح او نصير مرشح يجي على واحد في قرية وهو عارف انه هينتخب فلان ويروح يقول له انتخب فلان، دي خلصانة بالنسبة له. ليه بقى قول لي؟ كده بيعمل مشكلة ممكن تكبر ولا تنتهي. يعني لما انا في القرية عندي انا من انصار المرشح الفلاني او انا رايح انتخب المرشح الفلاني، ما ينفعش عند اللجنه واحد يقول انتخب فلان، ليه؟ لان انصار المرشحين التاني واقفين، ده عمل مشكله كبيره جدا مش هتخلص. وحصل فعلا بعض المشادات بين واللي بعض بيحصل الاحزاب وبعض اللي الافراد رايح عند ايضا. اللجنه ده مش قابل حد يقول له انتخب مين، هو حاجه من اتنين، اما هي في دماغه واما هي في ورقه وجيبه، حتى لو كان امي وهيروح يودي الورقه ديت للقاضي ويقول له انا عايز ادي صوتي لده اهو. طيب خدت عايزين بقى بالك؟ نفهم المحافظات، حاجه اتكلمت عن المحافظات وده ملفك يعني، عايز اعرف بقى اهم المناطق الامن اللي كان فيها يمكن المناوشات ديت، اهم المخالفات كانت في اي برضه مش مناطق اكتر؟ المخالفات، معلش انا مش عايز اركز على المخالفات، انا عايز اتكلم بالدرجه الاولى عن ايجابيات. معلش ما هو انا لازم، ما احنا انا تاني يا قدام جماعه، عرس احنا بنقول ان ديمقراطي في هي حاصل. تجربه ايجابيه بها سلبيات وإحنا بنستفيد من السلبيات، هنقول على السلبيات. مش انا عيب. بتكلم على قدام عرس ديمقراطي حاصل لم تمام يكن احد يتوقعه، لا مصر ولا خارج مصر. على فكره الاشاده الدوليه اكبر من الاشاده المحليه، احنا مش حاسين قوي بقيمه اللي حاصل قد ما اللي بره لا احنا حاسين بينا. بنتابع طبعا الناس الحرب متابعين العالميه. بره والاشادات غير عاديه، ما كانش حد متوقع ان نسبه التصويت في مصر تصل لهذا هذه الارقام. يعني امبارح واصله في كفر الشيخ في اليوم الاول 60% او حوالي 60%، لما تيجي النهارده مثلا لو 20% كمان اتحطوا توصل في 80% في محافظه من المحافظات ما حصلتش في العالم. تمام فاحنا قدام عرس ديمقراطي حاصل قدام يعني انا بتصور احنا قدام ثلاث رسائل مهمه جدا الشعب قالها. الرساله الاولى للمجلس العسكري والقوات المسلحه لان احنا وراكم مؤيدين خطواتكم. الرساله الثانيه للي قاعدين في ميدان التحرير حتى الان ان القصه دي انتهت ولازم تنتهي. الرساله الثالثه للعالم وهي ان احنا شعب متحضر ونستحق ما نحن فيه ونستحق ما اكثر من ذلك. هو فاحنا احنا بس خلينا نتحفظ على حاجه بعد حضرتك، يعني الرساله الموجهه لمن هم في ميدان التحرير، يعني الانتخابات هي لهدف، رسائلها في الاساس طبعا زي ما حضرتك قلت اللي هي أي. توجه ان احنا مستعدين للديمقراطيه، أي. مش بتوجه لفصيل اي تاني خالص، هي مش لا فصال، هي انا مش فرق. لا راي حضرتك احترمه جدا، بس انا انا دايما واحد لازم اقول وجهه النظر لا الاخرى، لا هي لا مش لا فصيل ضد فصيل. انا واحد من الناس، الانتخابات تمت، الناس راحت انا انتخبت واحد من ورجعت الناس التحرير تاني، راح حد ماشي الرسائل دي، تمام. راح حد رساله للمجلس العسكري، وراح حد رساله لميدان التحرير، وراح حد رساله للعالم. يبقى ده وعلى رسالتك فكره في الشخصيه كتير. بقى احترمها جدا. خلينا بقى نرجع يا فندم لمرجوعنا ونتكلم. حضرتك اول خلصت الايجابيات، لا ده في اجابات كتير. كمل الايجابيات بقى. احنا لما نيجي نبص نلاقي المواطن العادي اللي جاي عند لجنه الانتخابات، لو انت سالته قلت له جاي ليه؟ وقعد يتكلم على البطاله اللي في المجتمع، وقعد يتكلم على رفع الاسعار اللي في المجتمع، وقعد يتكلم على زي في التسيب في الاستفتاء المجتمع، فعلا وقعد كانت يتكلم. نظرة مهمة. اذا انت بتتكلم مع واحد مسيس. على فكره هو لما بيشرح مشاكله الشخصيه عايز يقول انا بنشد استقرار اكتر، بنشد مجتمع افضل، بنشد مستقبل افضل. فاذا احنا يعني اثبتنا انه كنا بنتكلم على اغلبيه صامته، كنا بنتكلم على حزب كنبه، كنا بنتكلم على حاجات غريبه بتحصل. اتضح ان الشعب مش عايز، الشعب مش غوغاء، الشعب عايز
سكة ديمقراطية يقول فيها، فهو لقى الفرصة. فكانت النتيجة اللي أنت شفته ده إن من 7 الصبح، على فكرة مش من 7 الصبح، في ناس صلت الفجر وراحت وقفت قدام الانتخابات انا عشان واحد يقف في منهم. طابور من الأولاني، خدت بالك؟ طب أنا عايز ايوه إيه تاني؟ أنا قدام شعب طالع عظيم، كل الحكاية إنك عايز الفرصة إنه يثبت إنه عظيم، فأثبت إنه عظيم. ومن الصباح الباكر الشعب يعمل كده ويظل كده طول اليوم في الطوابير، ويظل ويقدم النموذج ده قدام العالم، فاحنا قدام شعب محترم جدا، قدام شعب كان عايز الفرصه ليس اكثر، قدام شعب بينشد استقرار، قدام شعب. ولذلك بقول لك حضرتك اتكلم مع اي حد من اللي بيحط صوته حتى لو كان امي، شوفوا بيقول ايه، هتلاقيه حاسس بقيمه اللي هو بيعمله. ولذلك احنا لازم ناخدها فرصه ونشكر اللي قاموا على كل العمل ده ان هم يوفرونا الامن ده، لان زي ما بقول لحضرتك قبل الانتخابات اتعمل شو اعلامي خطير جدا كان يكره اي واحد يروح انتخابات، وكان يخوف اي واحد يروح انتخابات، ورغم ذلك الناس تحدت والناس نزلت بهذا الشكل، فدي كانت مفاجاه كبيره جدا. تعال شوف اللجان الشعبيه بقى ودورها في تامين الانتخابات، على فكره لا يقل ابدا عن دور القوات المسلحه ودور الشرطه في تامين الانتخابات. اللجان الشعبيه عملت دور كبير جدا في تامين الانتخابات، في التيسير على الناخب من خلال زي ما بقول لحضرتك اللابتوب والكمبيوتر والكشوف الانتخابيه، ويخلي الناخب يروح فين وياخده بايديه ويوصله لفين من خلال هذا المعوق اللي شلوه يدخلوه لجنه الانتخابات. اذا الناس ساهمت حتى في تامين الانتخابات، وده كان مهم جدا، وده النداء اللي اتقال من الاول ان ده دور الناس ومش دور الامن فقط. فاذا المواطن المصري له دور كبير في انه ينجح هذه العمليه الانتخابيه، ولذلك انا واثق ان الجوله الثانيه هتبقى افضل من الاولى، زي ما بتقول اذا كان في سلبيات لازم تداركها في الجوله الثانيه والثالثه، وهتبقى الاقبال اكثر في الدوره الثانيه والثالثه، وهيبقى فيه يعني نجاح اكبر لمصر والعالم هاشم بديمقراطياتنا في الدوره الثانيه في الجوله الثانيه والثالثه اكتر من الجوله الاولى. هي نكمل على السلبيات. السلبيات بقى زي ما حضرتك يعني انا لما اجي الاقي سلبيه وفين في معلش حضرتك معني مش بتكلم على الانتخابات بشكل أي. عام، انا بتكلم مع حضرتك بصفتك في المحافظه اي انا بعيدا عن أي. أي. القاهره انا لما واسكندريه. بتكلم عن حد يقول لك واقف قدام اللجنه بيقول للناس انتخبوا فلان، على فكره انا بتخيل ان منع الدعايه الانتخابيه لا تصل الى هذا الحد اللي فيه واحد بيتكلم فيه مع حد، فيروح واقف واحد يتصنت عليهم عشان او يتنصت عليه عشان يشوف كان بيقول له ايه، يمكن كان بيقول له انتخب فلان، ما مش اصلا ما عمليه ما قدرتش العمليه الانتخابيه في حاجه، ومش هتلاقي حد ما عملش كده يعني ممكن حد ترصد لحد عشان يقول هو عمل، لكن التاني عمل بدليل ان هو موجود قدام لجنه الانتخابات، بس هو هو على المفروض فكره يحط مش صوته مساله ويمشي. مرشح ضد مرشح، انا كبني ادم النهارده، وعلى فكره ده احنا شفناها كل الاهالي، احنا بنتكلم على مجهود اللجان الشعبيه وبتتكلم على مجهود الناس وان دي انتخاباتنا، هي الناس اللي كانت بتمنع دوت، الناس اللي هي الغير منتمين لاي طرف على حساب طرف اخر، يعني كان بيجي حد يتكلم مثلا مع اي حد من الواقفين يديله فلاير يقول لا انا اسف انا مش هاخد منك الفلاير ده عشان خاطر المفروض دلوقتي مش معادل مع ما ياخدش انما ما الكامبين اتعملتش او خيمه قدام الحمله. الانتخابات. تمام، ده احنا بنتكلم فيه، مش شرط هو ليه لازم اللي يعترض يبقى مرشح تاني، مفيش ولا او الانصار مرشح تاني، مش شرط، احنا بنتكلم ان احنا كاهالي احنا كنا متضررين جدا، او في جزء كبير جدا كان متضرر جدا، لان احنا زي ما حضرتك قلت وعينا زاد، ومن ضمن وعينا اللي زاد احنا اتعلمنا كويس جدا ان الكامبيننج او الحمله الانتخابيه الدعائيه يجب ان تتوقف تماما قبل انا الانتخابات عايز اقول حاجه، ب 48 انا ساعه عايز اقول اصلا. حاجه، انا بس كان فاحنا عندنا كنا مستفزين جدا من دوت، لا وده حقنا. ما ليس مثير للاستفزاز زي اي حد، ده ازاي يا الناس فندم؟ اللي بتتلكك. ازاي يا احنا فندم؟ كان عندنا انتخابات نقابه الصحفيين لسه ما بقالهاش اسابيع، من على باب نقابه الصحفيين او من على باب الخيمه بره، على ما بوصل عند الصندوق كان بيبقى معايا، دي انتخابات نادي وانتخابات نقابة، مش ايوه انتخابات انا كان بلد، بيبقى معايا انتخابات انتخابات. مجلس الشعب، على فكره يعني لم انتخابات النقابة يغير والنادي اي لم دي ظروف يغير تانية يا لا فندم. لم يغير كل ده ها من 12 اسم انا حاططهم في دماغي من اسبوع حاجه على ده الاطلاق. حضرتك ايوه انا بس هو مبدأ على فكرة، انا هو مش مش عايز فكرة ان اقف هو غير عند ما ده. غيرش، هو مبدأ، المبدأ يا مقبول يا غير مقبول، المبدأ غلط. انا بتكلم على منع ده حاله انتخابيه، منع سرادقات، منع ميكروفونات، منع ما هتافات. هو يعني ايه دعايه انتخابيه؟ حضرتك بتقولي دعايه انتخابيه بالمنطق القديم، بالمنطق اللي هو بتاع الانتخابات اللي هي كانت اصلا عقيمه من اولها لاخرها، اللي هي اصلا ما كانش ليها وجود، اللي هي الفلوس والرشاوي والاستقطاب والاخذ شوف البطايق والكلام ده، شوف ده شوف دعايه، دي مش دعايه، دي اي اسمها بلطجه اي اي انتخابيه اي دعائيه. اي انا بتكلم على الدعايه بمفهومها الحقيقي والصحيح لم اللي مورست، اي اي اللي هي توزيع الفلايرز، اللي هي وجود المرشحين يتكلموا مع الناس ويقولوا لهم من فضلك، مش حتى بيتكلموا بيقول لك من فضلك رشحني، وده حصل لي انا شخصيا، انا بتكلم يعني على ده ما رايي ينفعش. الشخصي، لا ارى ان هذه تسيء الى العمليه الانتخابيه من اي جانب، ولا يجب ان نتوقف عندها تمام. حتى لو حصلت في الجوله الثانيه والثالثه، لا طيب يجب ايه ان تاني نتوقف، ممارسات لا يجب ان تمام، ده نتوقف رأي عندها. حضرتك يحترم، ايه الممارسات في التانية؟